اهلا وسهلا بيكم في نص مشكل، وزي ما عودناكم في كل حلقه عندنا وصفات جديده وعندنا ضيوف جداد. والنهارده هبتدي الحلقه بالوصفه بتاعتي، ووصفتي النهارده هتكون سوفلي الفراوله. طبعا عارفين ان السوفليهات هي مش بودينجز ومش كيكات، هي حاجه في النص كده، وبتتعمل بانواع كتيره قوي. ممكن تعمل سوفلي شوكولاته، سوفلي فراوله، اي نوع من انواع الفواكه. وكمان بتتعمل حوادق، في سوفلي جبنه وسوفلي سبانخ وسوفلي بروكلي، يعني بس هي الطريقه واحده، عاده بتبقى الطريقه واحده، وبنشيل المكونات. لو حوادق بقى بنزود، بنشيل طبعا السكر وبنزود مكانه جبن، وساعات بنحط له ملح. ولو سكريات بتبقى نفس الطريقه دي، بس بنشيل مثلا لو هعمله بالفراوله هشيل الفراوله احط نفس الكميه مثلا اي نوع من انواع الفاكهه، او نفس الكميه شوكولاته. المقادير عندي هتكون عصير ليمون تقريبا نص معلقه، بياض بيض وصفار بيض ودقيق وسكر ولبن وزبده، وكمان فراوله وسكر تاني علشان هنحضر صوص الفراوله اللي هنعمل بيه السوفليه. وعندي كمان شوكولاته مبشوره، وللتزيين عندي سكر بودره وفراوله ونعناع. اول حاجه طبعا هنعملها هعمل الصوص اللي هحضر بيه السوفليه، اللي هو صوص الفراوله. هو عباره عن فراوله وعليها سكر ومعلقه ميه صغيره، حاجه صغيره قوي ميه بس كده. وهسيبهم بقى على النار دول يا جماعه لغايه لما الفراوله بتاعتي تتهري خالص وتبقى صوص كده، وهنصفيه وهناخد المتصفي بتاعه ده ونحطه في السوفليه بتاعنا. فهنسيبه على النار. تاني حاجه هنعملها ان احنا هنحضر الصوص الاساسي بتاع البيز بتاع السوفليه نفسه. هيبقى عباره عن زبده ودقيق وكمان هنحط نص السكر. يعني عندي السكر في الوصفة دي تقريبا 50 جرام، هنحط 25 جرام على ال 25 جرام على الصوص بتاعي اللي انا بعمله دلوقتي، و 25 جرام هضرب بيه بياض البيض. وادي اللبن، هنحطهم على بعض ونقلبهم. وفي هذه الاثناء هاخد دول بس بعيد، هحضر بياض البيض بتاعي. وطبعا لازم تبقى عيني على الدقيق واللبن كده، علشان اول لما يبتدي يتخن الصوص ابتدي اشيله من على النار. انا احب اخليه بس كده، يعني يحبذ ان انا اقلب الدقيق على البارد عشان ما يكلكعش مني. هنجيب بياض البيض بتاعنا، وطبعا عشان نضرب البياض وينفش اول حاجه لازم تكون مفيش دهون خالص 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 في البوله اللي احنا هنضرب بيها، ويكون المضرب الايدين بتاعته مغسوله كويس قوي كمان. واول حاجه نعملها ان احنا لازم نضرب بياض البيض الاول من غير ما نحط له اي حاجه. واول لما يبتدي واول ما يبتدي ينفش معايا بس اول نفشه هبتدي احط له السكر بتاعي، واحط نص معلقه عصير ليمون كده، حاجة صغيرة جدا.
وكده بياض البيض جاهز معايا بالظبط، هو ده القوام اللي انا محتاجاه. هحط هرجع ده على النار شويه، بس ده لازم يتقلب، معلش لازم تبقى عينيكوا عليه عشان ما يكلكعش. والسفليهات يا جماعه طبعا من الحاجات اللي يعني صعب، عايزه تركيز شويه في عمايلها وليها تركات كتيره يعني في العمايل بتاعتها. هوريكم شويه من التركات، يعني لازم تبقى ماشيه العمليه بطريقه مظبوطه، يعني لو فاتك حاجه بيبوظ منك تماما. يعني من الحاجات سهله جدا جدا جدا، هي سهله العمايل وسهله انها تبوظ من ايدك بسرعه. هجيب القوالب اللي هحط فيها السفليه وهدهنها بالزبده، وبعدين هبص كمان الصوص ده. وفي هذه الأثناء هحط الشوكولاتة المبشورة بتاعتي في القوالب علشان أغطي بيها السوفليه ما يلزقش، مهم جدا يتعمل كده. لو في شوكولاتة مبشورة تقدري تحطي كاكاو. كده القوالب جاهزين، وطبعا فرني لازم يكون جاهز، وفرن مظبوط جدا 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 جدا، لازم يبقى عندك فرن يعني ما حصلش، ويكون 180، عاملاه على 180. كده خلاص الصوص بتاعي كده جاهز، هحط عليه صفار البيض. طبعا الصفار لازم اول ما ينزل اقلبه في ثانيه. وادي ده الصوص البيزك الاساسي اللي انا بحضر بيه اي سوفليه عايزاه اعمله في حياتي. بس كده هنسيبه ده، هستنى. انا دلوقتي حضرت بياض البيض، حضرت الصوص الاساسي بتاعه، حطيت فيه صفار البيض، فاضل الصوص اللي انا دلوقتي هصفيه علشان اخده واعمل بيه السوفليه بتاعي. اتقطع لي سنه. صوص الفراوله بتاعي تقريبا جاهز، هجيبه في بوله وهصفيه. وهنسيبه يبرد شوية. أنا بقى
التقيل ده. بس كده هسيبه بس يبرد شويه، وبعدين هاخد الصوص بتاعي تقريبا برد، هنزل عليه الصوص البشاميل اللي هو زي البشاميل اللي احنا عملناه، لبن ودقيق وزبده وسكر، وحطينا بعد لما خلص وتقل حطينا عليه صفار بيضتين. هبتدي انزله كده على بعض. هشيل المعلقة دي مش محتاجاها، هاخدهم تقليبة في بعض كده، وده هيبقى حطينا بعد على الدقيق، الدقيق بالزبدة والسكر واللبن بعد لما استخدمهم يتقلوا، حطينا عليهم صفار البيضتين، قلب لهم على بعض. خدنا صوص الفراولة اللي احنا عملناه صفيناه وحطيناه عليه، وهبتدي احط طبعا المارينج بتاعي. هبتدي احط، هاخد جزء منه الاول احطه الاول، وطبعا مهم جدا ان احنا نقلبه بالراحه ومن فوق لتحت. اول معلقه بدوبها عادي ما فيهاش مشكله، احط الكميه الباقيه. بس كده واقلبه برضو بنفس الطريقه من تحت لفوق. عشان ما اخرجش الهواء بتاعي وينفش ويعلى بالطريقه اللي احنا عايزينها. بس هو ده القوام اللي انا عايزاه للسوفلي بتاعي. هبتدي احطه في القوالب، في البولات اللي انا محضراها تدخل الفرن، ومحتاج بولات فخار. ما بملاش قوي لانه بيعلى جامد. او ممكن تجيبوا بولات حجمها اصغر شويه وتستعملوه فيها برضو، وان كل واحد يبقى ليه البوله بتاعته. وهدخله في الفرن 180 لغايه لما يعلى، وبيبقى سوفت شويه من النص، بيبقى طري شويه من النص. حطيته في الفرن، فاصل وارجع لكم تاني، انتظروني. ور
ورجعت لكم تاني، والنهارده معايا شيف عبد الفتاح. ازيك يا شيف عبد الفتاح؟ الله يخلي حضرتك، منور نص مشكل. ربنا يخليك. هتعمل لنا ايه النهارده؟ هنعمل النهارده وصفه جميله ولذيذه جدا. هنعمل تشيكن رول فلاي. ده عباره عن فراخ وبتاخد سلامي، رول سلامي. لو ما فيش سلامي ممكن نحط بيف. ماشي. بيف زي ايه يعني؟ بيف فيليه، اي انواع بيف المتاح في البيت. اوكي، فكره يعني برضه. مش شرط حاجه معينه. ممكن تعملها بروز بيف. ممكن تتعمل بالروز بيف، بس ادور الروز بيف الاول. يعني ترفعه. ارفعه الاول، اخليه رول، اخليه مثلا كويبس، اخليه حاجه سلايس كويسه كده، بحيث ان لما تطلع بعد كده تبقى كويسه. حلو قوي. طيب. ماشي. وعندنا شوربه بنجر بطرات سوب. شوربه بتاخد كريمه وبتاخد بيض وبتاخد سلمون فريش. ده يعني دي لازم ادق يعني دي عجبني. دي جميله جدا. دي بتمشي فرنساوي وبتمشي ايطالي، وبعدين ديت لو خدت حاجات تانية يعني بيتصنع منها كذا حاجه. طيب طب هنبتدي الاول بالشوربه، تقول لنا مقادير الشوربه ايه؟ الشوربه نص كيلو بنجر، 5 بيضه مسلوقه. والبنجر ده مسلوق ومتقشر؟ البنجر ده مسلوق ومتقشر، وممكن حضرتك تسلقيه وتحطيه في الثلاجه. بالطبيعه ان البنجر اصلا في الشتاء خضار جميل وصحي ومقوي للقلب وله فوائد كتير جدا. طبعا اكيد. وكريمه. ماشي. بتاخد كريمه، كوب كريمه او كوب ونص كريمه. سلمون فريش. ما عنديش فريش، اجيب المدخن. ما فيش مدخن، في اي سوبر ماركت اي انواع سلمون. ماشي. عندي زبده بطر، وعندي جارليك التوم، وعندي الملح والفلفل بتوعي. ملح والفلفل، وفي بيض مسلوق انا شايفه. والبيض المسلوق انا قلته قبل كده حضرتك. قلته. طيب خلاص اوكي. طيب هنبتدي تقول لنا بقى نعمل ازاي. نبتدي بالشوربه. هنحط الزبده الاول. ننزل بالزبده. طب انا عايزاك تقول لي بقى وانت شغال كده انت الوصفه دي جات لك ازاي؟ الوصفه دي حضرتك ده شغلي. هي حاجه غريبه بصراحه، انا اول مره اشوفها. ده شغلي حضرتك، وبعدين انت اللي عامل التركيبات دي على بعض. دي التركيبات بتاعتي، بس مش انا اللي عاملها اصلا. دي الكل حاجه في الكل شغل اساسا في الدنيا بيزك. اساس ورمز والكلام ده كله. انا بزود حاجات وانقص حاجات، بس مش انا اللي بزود. طبيعة الشغل عامة يعني في أي فندق، في أي مكان، في أي حتة في الدنيا. عملوا مثلا النهاردة شوربة بنجر، في بيطلع واحد بيضيف عليها كذا، في واحد حضرتك بتضيف عليها كذا، وفي الآخر كله بيجتمع على المذاق الكويس. طبعا أكيد. فهماني؟ طبعا. وطبعا بقى البنجر ده له فوائد كتير وممتاز جدا. بنجر هايل. وصحي جدا ومفيد للقلب وكل شيء. طيب. ماشي. وتقول لي بقى شيف عبد الفتاح بقى لك قد ايه في بقى في مجال انا في الاوتيلات وفي المطارات؟ انا في اشتغلت في الغردقه، واشتغلت في سهل حشيش، منتجع سياحي كبير في الغردقه. بقى لي حوالي 14 سنه، يعني من وانا عندي حوالي 16 سنه وانا في السياحه وكده. لان حابب المطبخ وكده، وكنت بدرس اصلا ثانوي سياحه وفنادق. حلو قوي. ماشي. ماشي. هنحط الزبده على النار، انا عايزه اشوف السوفليه بتاعي. ماشي. يعني قدامه 5 دقايق كمان. حطيت التوم. احط التوم. التوم ياخد جولدن كولر، ياخد لون ذهبي كده مدهب. وبعد كده انزل بالسلمون الفريش بتاعي. ما فيش فريش، يبقى مدخن. المتاح في البيت، ما بشترطش ان انت اي حد يعمل اي حاجه. لا بس برضو المدخن بيديك طعم غير. المدخن بيدي طعم تاني خالص، وانا بشوفه انه طعمه احلى من السلمون العادي. بس هو الفريش لو طعم وخد حقه في الشغل يبقى افضل من التاني. اكيد طبعا، لان طبعا كل شيء طبيعي بمذاقه وطعمه بيبقى أكيد. جميل جدا. بصراحة شيف عبد الفتاح لما بعت لي بقى الوصفات الطويلة اللي هو بعت لي قائمة أكل كبير جدا، كبيرة جدا، وكلها مختلفة وكلها حاجات يعني معقدة ومختلفة وشكلها حلو وتقدمتها حلوة، فقلت له بص أنا مش عارفة أختار، يعني أنت اختار عايز تعمل لنا إيه وتعالى دوقنا بقى. حب يعمل لنا شوربه البنجر. شوربه البنجر بصراحه انا اول مره، يعني في شوربه بنجر بس انا اول مره اشوف الخليط بين البنجر والسلمون، فهنجرب النهارده وندوق. ده حضرتك الناس اوروبيين عامه او الناس دي في فصل الشتاء هننزل بالسلمون. هنزل بالسلمون بتاعي بعد التوم، خد اللون بتاعه.
الاوروبيين حضرتك او الناس عامه بره بطبيعه الجو عندهم البروده عاليه والثلج والكلام ده كله. فطبعا بيحبوا الحاجات اللي هي على كريم او اللي هي كريمي. فاهماني؟ طبعا. فدي مش شوربه اللي هي بتبقى كريمي او ليكويد بس بيحبوا الحاجات اللي هي اي حاجه كريمه شغال دايسين فيها، بيحبوا الحاجه الليكويد. فدي طبعا شوربه ليكويد، وبطبيعه الشتاء عندنا الجو بيبقى برد، دي صحيه جدا وممتازه وتمشي مع الناس ايه في الشتاء. زي انواع شرب كتير كده، مثلا زي ايه؟ زي التشيكن كريم دوفولاي، شوربه المالت كريب، البسكسوب، انواع شرب كتير قوي مختلفه بتبقى ليكويد مربوطه. ليكويد اللي هي الشرب المربوطه، ماشي؟ واللي ما هي كلير. اي قصدك بالمربوط بس عشان المربوط اللي هو بيبقى تقيل شويه، والكلير اللي هو بيبقى شوربه سايله. كلير اللي هو بيبقى ايه سايل. هبتدي اقطع البنجر معايا. ماشي، ده بنجر مسلوق طبعا. بتسلق البنجرايه وبتنضفيها عادي. ماشي، والبنجر يتقطع اي تقطيعه، يعني ما بشترطش ان انت تقطعيه كده او كده، لا اي تقطيعه انت تحبيها. مش حابه انك تقطعي وما فيش وقت، مثلا سلقت البنجر ممكن ادخله اقطعه نصاص اربع اي شيء عندي. وبعد كده ايه بيتضرب، لان كده كده الشوربه بعد ما بتنتهي بتتضرب. ماشي، اي تقطيعه انت بتضرب كله في بعضه. كله في بعضه، يعني اللي بياكل ما بياكلش حته سلمون. لا لا لا, لا 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 لا، بياخد اللي بياكل بياكل مذاق معين، حاجه جميله تيست وطعم. وبيعرف يطلع بقى دي عباره عن ايه في الاخر، وبيعرف يطلع عباره عن ايه في الاخر، لان اصلا هو اي حد بيعمل حاجه بيبقى صانعها بايده. طبعا لو هو مش صانعها بايده، انا داخل ريستوران داخل مطعم. انت دلوقتي الناس بتاكلها مش هي اللي عاملاها، يعني الناس بتاكلها مش هي اللي عاملاها. يعني بيجي يسالوك دي عباره عن ايه ولا بيسال دي عباره عن ايه، وبعدين بيبقى عندي منيو شارح فيه اكيد. شارح فيه كل الديتيلز بتاعتي بتبقى جايه في المنيو. ماشي، هنزل بالبنجر بتاعي. انا بحب البنجر جدا جدا جدا، وصحي جدا، وبحطه في العصير الصبح، مفيد لكل حاجه. بيخرج كل السموم اللي في الجسم. مفيد جدا ومفيد للقلب، من انواع الخضار اللي في حاجات اللي ملهاش بخت برضو كده. لا هو بس احنا بطبيعتنا الشعب المصري ما بيحبش يجرب حاجه ما يعرفهاش، لكن الانسان لو عرف كل شيء اي حاجه في الخضار او بس الفاكهه. بس انت بقى بتجرب، انا عموما الرجاله ما بتحبش تجرب حاجات جديده خالص يعني. إيه انت بقى بتحب، يعني لو حد عامل حاجه غريبه بتروح تدوقها، ولا انت لازم انت اللي يكون فاهم اولها من اخرها ايه، ولا بتدوس بتجرب اي حاجه؟ حضرتك الواحد بيحب يعرف كل حاجه ويطلع ويشوف كل جديد وكده، وممكن يطور فيه. اكيد عملتي حاجة مثلا النهاردة وطلعت كده، ممكن أعمل حاجة تانية كده يعني. والمطبخ حضرتك واسع وكبير قوي جدا. طبعا. كده هنزل بال، هجيب بيون، ما عنديش بيون. أجيب نحط مرقة فراخ، لو مرقة مش فراخ. مرقة الفراخ، ما عنديش مرقة فراخ، أضيف مية عادي، وبعد ما أضيف المية أطعمها عندي، مش شرط ان انا يكون عندي الحاجه موجوده. يعني لو عندكوش شوربه في البيت ممكن نحط شوربه وميه ومرقه، مكعب مرقه معايا. ميه ومكعب مرقه، ما فيش مكعب مرقه تشيكن ستوك اللي هي باودر بتتباع في اي سوبر ماركت. احنا عندنا الباودر اهي النهارده. ما فيش لا ده ولا ده. اي هيكل فراخ، ما فيش هياكل فراخ. تحضروا المرقه بتاعتكم في البيت، ودي طبعا بيبقى تديها طعم ممتازه جدا، جميله جدا وفريش. بشرب حاجه بايدي وانا اللي عاملها بالظبط، وبعدين في الكلر تبقى ممتازه وتكون جميله جدا. اكيد، واكيد الشوربه دي هتبقى لونها حلوه قوي. ربنا يخليك. ابدا اضيف البيوم بتاعي، الميه، انا السوفلي بتاعي جاهز محتاج يطلع. اغطي عليها.
التطعيم طبعا ما يبقاش في حاله السوى. التطعيم؟ التطعيم بتاع اي شيء، لحوم، خضار. ايه بتقصد بايه التطعيم؟ التطعيم اللي هو تتبيل اي اكل. هي بتتبل قبلها، بتتبل بعدها؟ يتبل بعدها، لان ده بيساعد على طريقه السوى اسرع وتكون اشيك وانضف. يشتغل في الفراخ؟ ماشي، هسيب الشوربه تتسرق. ماشي براحتك، لان ده ما بيقعدش. براحتك. ماشي يلا، عايز نشتغل في الفراخ؟ نشتغل في الفراخ. خلاص انت هنا في الايتم بتاعك؟ انا خلصت. تمام؟ هنشتغل في الفراخ. ماشي. زي ما قلنا مقادير الفراخ بتاعتنا وصفة جميلة ولذيذة، ممكن تعمليها للأطفال في البيت، تعمليها هوت، تعمليها كولد، زي ما أنت عايزة. ماشي. هجيب الرول السلمون. عندي. يعني ممكن أفرج الناس بس. ماشي. ده رول سلمون مقشره صح؟ ده رول سلمون متقشر بيتباع في أي سوبر ماركت. أوكي. سلمون سموك، سلمون عادي، ما فيش. لا مش سلمون، ده سلامي. سلامي. ما فيش سلامي في عندي، أجيب مثلا أي نوع لحوم. أوكي. يعني مش شرط السلامي، بس هو البيزك بتاعها اللي هو الاساس بتاعها اللي هو الايه؟ السلامي. ماشي. واحنا ده اللي كنا بنتكلم فيه اول الحلقه، ان احنا لو ما عندناش السلامي ده متوفر او بيت من البيوت، يعني انا واحده من البيوت ما بحبش استعمل مثلا اللانشونات والحاجات دي، ما بصراحه ما ادخلهاش البيت خالص. فشيف عبد الفتاح بيقول ان احنا نقدر نستعمل عرق فيليه. عرق فيليه، عرق روزبيف، عرق المتاح. روزبيف. انت ما بتحبيش الفيليه مثلا حضرتك؟ انا بحب الروزبيف، انا مش هاكلك بمزاجي، انت زي ما تحبي. طب انت عملته كده ليه بقى؟ ده عملته كده بقى عشان نعمل فيه ايه؟ تحشيه. احشي من جوه. ماشي. وطبعا بيبقى شكله رائع. انا شايفه ان انت مهتم جدا بالبرزنتيشن وعامل لنا حاجات حلوه جدا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي، ده من ذوقك. المطبخ ما هو الا لمسه. وبعدين مش شرط ان انت في البيت مثلا، مش شرط في البيت انت عندك كذا او بتاع، هو انا لسه هعمل، هو اتسلي اعملي كذا النهارده، اعمل كذا النهارده، طلع كويس، طلع حلو كده يعني. فرغناها كده بالشكل ده. ما عندكيش ده في البيت عادي، هوري لحضرتك طريقه تانية دلوقتي ولذيذه وجميله. ماشي. اشيل ده اللي انا مش محتاجه، ببرول انضف عندي. لازم دايما مكان يبقى نظيف طبعا. ما عندكيش زي ما انا قلت كده اللي هي معلقه التقوير او المقوار، هعمل ايه؟ السكينه، اي سكينه صغيره في المطبخ، اجيب دي كده اهو. ماشي. شكل تاني كده اهو. هتعملها سبعات وثمانيات. هي اسمها تشيكن فلاي. احنا بنشتغل على البيزك بتاع الايتم اللي هو اساس الايتم. حابه انت بقى تضيفي فيه حاجه في البيت، حابه تزودي حاجه، ده ايه؟ بيرجع لذوقك. ليه سميتوه فلاي المقصود؟ لانه بيبقى شبه المروحه، الرول بتاعه بيطلع زي المروحه. اوكي. فقالوا عليه فلاي. في الاخر بيبقى زي الريش بتاعه المروحه بالظبط. اوكي. دي فكره برضو صايعه جدا. بس انا اقدر الافكار. الله يخليك، ده من ذوقك بجد. الله يخليك، من ذوقك. طب احنا هنخلص الرول ده، هنطلع بريك ونرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا لكم تاني ومعانا شيف عبد الفتاح. شيف عبد الفتاح عمل لنا شوربه بنجر بالسالمون الفريش، وكمان بنعمل التشيكن فلاي رول. التشيكن فلاي رول هي حاجه هتبقى في الاخر شكلها حلو قوي قوي قوي. انا قاعده مستنيه هنعمل ايه. فاحنا معلش تشرح لنا من الاول بقى عملت ايه في ده. جبنا السلامي. السلامي. ماشي. جبت السلامي زي ما عملته كده بالشكل ده. بقى شكله كده زي ما قلنا، ما فيش سلامي نجيب اي حاجه تاني بالظبط. ماشي. وعملناه بالمقوره بتاعت وعملناه بالمقوره بتاعت
بتاعته، ما فيش دي مقورة فاكهة مقورة خضار تمشي أي شيء بالزبط. ما فيش دي عندك في البيت، ممكن تعملي أي حاجة تانية أي شكل أنت حبابة. ماشي. وبعد لما قورناه وخلصنا وبعد ما قورناه فرغناه خلاص ركناها، أجيب الفراخ بتاعتي أنزل بيها في ال دي فراخ مفرومة شايفها دي فراخ مفرومة انزل بيها هنا تمام دي كده دي تمام كده ماشي انزل بالفراخ بتاعتي ماشي الكيلو الفراخ بياخد 5 بيضات ابيض بيض الكيلو الفراخ 5 ابيض بيض عشان يساعد على الجلتنه ويساعد على ايه اوكي ان هي تبقى ليها قوام وكده ماشي طب استنى ما اجيب لك ده جنبك لا ما فيش مشكله طبعا انا على قد الكميه اللي عندي هنخليها ايه 3 بيضات بالطين احنا بنقول الكيلو لو هتعمليه في البيت ماشي هنزل فوق الفراخ المفرومه بالابيض بيض ماشي بعد كده بضيف ملح فلفل اي توابل او اعشاب انت حباها ده بارادتك انت زي ما تحبي أوكي. يعني مش شرط حاجه معينه انزل بالكريمه ماشي طبعا ان الكميه قليله فما بحتاجش ايه حاجات كتير ده طبعا ايه للحشو بتاعي هنغطي حطينا التوابل استاذنك بس في السرعه الفراخ طلعت تقيلة طلعت خفيفة ممكن ايه اظبطها انا اظبطها انا او ازودها زي ما انا عايز ماشي دي ايه بقى دي برضو ايه فراخ مفرومة دي انت كنت محضرها اصلا كنت محضرها اصلا مجهزها بحيث ايه ما احتاجش ايه اي يعني حاجة هي تانية. دي المفروض تطلع بالمنظر ده في هي إيه؟ دي المفروض تطلع بالمنظر ده في الاخر اوكي ماشي فانا حسب الرول بتاعي بظبط عليه اغطي تاني واضرب والرحايه شغاله هجيب البلاستيك البلاستيك رول الاسترتش ما عندكيش استرتش ورق الومنيوم ماشي لو ما فيش استرتش بجيب ورق الومنيوم تمام كده الفراخ عندي بجيب الاسترتش رول افرده ماشي بالطريقه دي زي ما انتم شايفين مفيش استرتش رول اجيب عندي ايه ورق الومنيوم ورق الومنيوم اي بديل مش لازم حاجه معينه اجيب ورق الالومنيوم بالطريقه دي زي ما انتم شايفين احط عليها ميه احط ميه عشان يساعد على الفصل يعني ما اجيش مثلا احط الرول بتاعي او الخامه بتاعتي الايتم اللي عندي ما يجيش يلزق مني ايوه كده خلاص الفراخ عندي افضيها من الرحايا فعلا لو في البيت ما عندكيش رحايا جهاز او زي اللي احنا شغالين بيه ده كده ممكن تمشي مفرمه ممكن تعمليها في الخلاط بس تكون سرعته قويه شويه لان ما ينفعش احط لحوم او كميه كبيره في الخلاط الخلاط هيفصل مني ماشي ابدا اجيب الرول بتاعي ماشي اجيب رول الفراخ عندي اجيب السلامي زي ما احنا شايفين كده من هنا كده اعمل له ارضيه
ماشي عشان يقفل، عشان يقفل بحيث اما احط الزبيب او ما احط اي حشو عندي. انت ما بتحبيش الزبيب ممكن تحط اي شيء تاني. ابدا اشتغل على الجوانب اللي انا عملتها. ماشي كده اهو، تحشي بقى الفواصل، احشي بقى الفواصل دي عشان يديني الوان، يدي كلر. الحاجات دي الاطفال بتحبها جدا. ولو الاطفال ما بتحبهاش ممكن الكبار يحبوها، وممكن تتحط في البيت في الثلاجه، تتقدم كولد بارده، هوت سخنه، تمشي اي حاجه. اوكي ماشي، احشي ده ماشي زي ما حضرتك شايفه كده. ماشي كده خلاص، كده اتحشى عندي. ماشي ابدا احطه كده على الفويل رول او الاسترتش. ماشي، وايه وسقط الزبيب من جواه. طب انا كنت بحسبك هتحشيه فراخ من دي. لا لا، لما انا حشيت فراخ من بره كده كله هيبقى ايه، رول واحد. اوكي هجيب دي وبص على الشوربه. ماشي شغال زي الفل، اوطي لك عليها شويه. ماشي مفيش مشكله كده اهو بالطريقه دي. اي بقى انواع انت عايزاه، مش شرط يعني الزبيب. فستق، فستق، بندق، بس الحاجه اللي احشيها لازم تكون سوفت، طريه. يعني ما ينفعش ما احطش حاجه ناشفه واجي اكل منها بعد كده او اقطع الرول عندي هيفصل مني على طول. يعني مش هينفع بقى زبيب فستق وبندق. ينفع بس الاول يتاخد بلانشيه، يتاخد في الميه اهو خلاص كده. اوكي اجيب حته واقفل، يتاخد بلانشيه، تلف في الميه خلاص اهو عندي ده كده خلاص. ماشي اشطف في ايدي. ابدا الف بقى بورع الالومنيوم او الف بالاسترتش رول. ماشي زي كده اهو، حسب المتاع عندك في البيت، مش شرط مثلا حاجه معينه، مش شرط اهو زي كده اهو. ماشي كده لفيته كويس، اضغط من هنا عشان ايه فتحات الهواء اللي فيه تمشي او تخرج. بس كده كده خلاص ده جاهز على التسويه. ماشي بتنزله ده بيخش الفرن على درجه حراره 180 او 200. اوكي لو مفيش حراره يبقى بخار، الافضل بخار طبعا. احنا اغلبيه الفران عندنا في البيت مفيش بخار ولا ستيم ولا الكلام ده كله. هجيب سفنديش او تجيبي حله او اي شيء المتاح عندك في البيت وتحطي ده فيها. ماشي وياخد وتحته ميه عشان اعمل له حمام بخار. وادخله فين؟ ادخله الفرن. اوكي ماشي. طيب الشوربه بتاعتنا هتبقى نبص عليها كده. الشوربه تمام معانا زي الفل. هنضرب الشوربه بتاعتنا ايه؟ هنضربها. طيب انت عايزني ده هنحط فيه ده ميه؟ هنحط فيه ميه عشان يخش حمام بخار. وبيدخل فرن قد ايه يا شيف عبد الفتاح؟ بيخش فرن ساعه الا ربع او ساعه الا ثلث بالظبط. على كام؟ على درجه حراره 180 او 200. ساعه اوكي، ساعه الا ربع او ساعه الا ثلث. ماشي احط في ده الميه بتاعتي، بس حبه ميه صغيرين، حبه ميه صغيرين عشان اعمل حمام بخار جوه سخن. اوكي واحط الرول بتاعي زي ما انتم شايفين كده هنا. خلاص وتقفل عليه فويل، واقفل عليه فويل عشان اكتم البخار يساعد على ايه، على عمليه السوى. اوكي طيب هات انا اقفله لك وادخله لك الفرن، وانت الشوربه بقى وريني هنعمل ايه في الشوربه. ماشي الشوربه بقى هناخد الشوربه. ماشي اجيب الشوربه بتاعتي. الشوربه هنضرب الشوربه. ماشي بعد ما طلعت من على النار، هو المفروض طبعا تستنى شويه بس طبعا لضيق وقتنا هنضرب الشوربه. ماشي استعمل الثانيه الكريمه وانا شغال كده. اثناء وانا شغال هحط لك ايه؟ انزل بالكريمه. ماشي الكريمه بتدي تيست وتعمل الليكويد معايا.
بجد ريحتها حلوه قوي قوي. ربنا يخليك لنا والشيف. كده زي الفل ماشي. خدت القوام بتاعها ماشي. خدت اللون بتاعها. هنرجعها تاني على النار تاخد غلوه. هنرجعها على النار تاخد غلوه واديها التوابل بتاعتها. طيب ماشي. لا انا ناسي ان هي كانت على النار اصلا. توابلها هي ايه بقى؟ التوابل بقى ملح فلفل اي نكهه انا بحبها في البيت ماشي. اوكي اعلي النار بعد اذنك. ادي فلفل ماشي، ملح عندي ملح ابيض، ملح زي ما انت بتحبي طبعا. يعني دي ممكن تشيل فيها ملح لان البنجر مسكر مش كده؟ البنجر مسكر. انت ايه الابيض اللي هناك؟ ابدا اغطي عليها. ده عندي دي مرقه. اوكي دي اللي تشيكن ستوك بتاعتي اللي هي مرقه الدجاج. ماشي. انت بتحطها في الاخر وهي ممكن لازم كل حاجه، اي حاجه توابل او اي شيء عايز اديله نكهه صح واشغله صح لازم يتحط في الاخر فعلا، عشان ايه؟ الياف الشيء والحاجه تستوي وتاخد ايه وقت سريع زي ما احنا شفنا كده. بس يبقى اديها غلوه على النار. اوكي ماشي. طيب احنا هنسيب الشوربه بتاعتنا تغلي، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا لكم تاني، معانا النهارده شيف عبد الفتاح. عملنا خلصنا خلاص الشوربه بتاعتنا اللي هي شوربه البنجر بالسلمون، عملنا رول الفراخ بالسلامي وحطيناه في الفرن. هنبتدي نعمل ده، هيبقى رول برضو صح؟ ده هيبقى رول، لحمه مفرومه بالفواكه المجففه، التين وقراسيا، وعندك مشمش. تين وقراسيا ومشمش وفستق. حلو جدا، فرجني بقى ماشي. هنعمل ايه؟ هجيب اللحمه المفرومه بتاعتي. الشوربه طبعا ايه، الشوربه خلصت، انا هقدم خلاص. الشوربه ابتدي اقدم، وهقدم السوفلي بتاعي كمان. هجيب اللحمه المفرومه بتاعتي ماشي، شويه كريمه مع اللحمه. ماشي بس كده. ابيض بيض للحمة. ماشي ادي الابيض بيض. كريمة، اللحمة، التوابل بتاعتي اللي هي المعتادة، ملح فلفل ماشي، وادي فلفل، ايه ونضرب اللحم ماشي. ضربت اللحمه وافصل عليها ماشي. هنجيب اللحمه الجاهزه اللي عندنا بقى. هجيب اللحمه الجاهزه واجيب الاسترتش رول بتاعي، رول البلاستيك. وادي الشوربه بتاعتنا جاهزه. انت قلت لي البيض المسلوق هتعمله ازاي يا شيف؟ البيض المسلوق هنقسم البيضه والنص اصفر والنص ابيض. اوكي ماشي. اجيب البلاستيك بتاعي جاهزه كده، بقى تتدخل في الاخر ماشي. حط البلاستيك كده، عندي ميه خلاص ماشي. هجيب اللحمه بعد ما اتفرمت افردها كده الطريقه ديت ماشي، كده بالطريقه دي ماشي. وادي الحشو بتاعي بقى اللي هو الدراي فروت، زبيب، مشمشيه، قراصيا، وات ايفر اللي موجود في البيت عندي. ده كرامبري ده.
توت، اي فاكهه جافه، اي دراي فروت. انت ضربت في اللحمه دراي فروت؟ ضربت في اللحمه الكريمه والكلام ده كله. اه بس ايه دول؟ ده كان زبيب عندي من الدراي فروت. ماشي، برص الحاجه بتاعتي دي كده. اوكي ماشي. حبه من كل حاجه، حبه من كل حاجه في الرول بتاعي عشان يطلع ملون وكلر وجميل. ماشي ماشي. تين والف في ايه الرول بتاعي. وفستق، الفستق ده في الاخر خالص. اه طبعا. ماشي كده. وهنسويه بنفس الطريقه اللي احنا عملناها، وبنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الرول الثاني. حلو جدا. نفس الطريقه خلاص كده، ده اتلف خلاص اهو. ماشي، هدي له ورق الومنيوم. ماشي. اه سوري معلش. مفيش مشكله، هدي له ورق الومنيوم الفه بيه كده بنفس الطريقه دي. ماشي، وهيتسوى على نفس الطريقه اللي احنا سوينا بيها. اه ماشي، هنحطه مع الفراخ دلوقتي. ماشي اهو، عشان يكون ايه مع الفراخ. ماشي، هيدخل الفرن. تمام كده. عندي بقى في بوكيه ورد هنعمله مع بعض كده. ماشي، اجيب اي كانتالوبايه، مفيش كانتالوبايه اجيب مثلا بتنجانه، اي حاجه ايه اعمل عليها واعمل لها قاعده زي ما احنا شايفين كده. ماشي، قاعده زي ما احنا شايفين كده، واجيب الخله بتاعتي، خله كبيره صغيره الموجوده ايه عندي. هقص من الخله شويه عشان طولها. ماشي خلاص، وابدا اجيب ايه الورد بتاعي. الورد طبعا هنوريه لكم ايه زي ما انتم شايفين كده. لازم تورينا بنعمل الورد ازاي. اه ماشي، ادي السفلي بتاعي جاهز اهو. ابدا اهوت، بنقدمه مع فراوله بالنعناع. ارص زي ما انتم شايفين كده. طب انت ما وريتناش الورد بتعمله ازاي؟ هنعمله حالا اهو. طيب ماشي، مفيش مشكلة. دول بعد ما استووا طبعاً. استووا طبعاً. اه. أسلسل الألوان بتاعتي زي ما أنا عايز. ماشي، جزر. حط جزر. ماشي. حط الجزر بتاعي زي ما أنتم شايفين كده. ماشي. حلوة قوي 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 يعني. ربنا يخليك. زي ما انتم شايفين كده. حاجات جميلة وشكلها جميل والأطفال بيحبوها في البيت والعين بتحبها أصلا. عندي إيه برضو بطاطس. البطاطس دي موجودة في كل مكان وفي كل حتة. ماشي بطاطس. ماشي. بصها كده. بطاطس. زي ما انتم شايفين كده. اجيب الفجل بتاعي زي ما انتم شايفين برضو ايه تناسق الوان يعني مع بعض زي ما احنا ايه مع بعض كده. اجيب الفجل بتاعي. حلو، انا منبهره بده، حاجه جميله جدا. انت لازم توريني عملت الورد ده ازاي. هنعمله حالا، هنعمل من كل يلا واحده عشان الستات بتوعنا ايه يتعلموا كل شيء. قفلنا بكل الالوان بتاعتنا. هجيب الكلر الاخير يبقى احمر عشان يدي ايه شكله وبرزنتيشن معاه جميل. ماشي، زي ما انتم شايفين ايه كده. ادي البوكيه بتاعي زي ما انتم شايفين كده. ماشي، احنا بس ايه لضيق الوقت بنشتغل ايه بسرعه. لا لازم تشوفوا شكله حلو ازاي. اه ده البوكيه بتاعي في النهاية. ممكن يقعد عندك في البيت يومين ثلاثة تحطيه كفازة. ماشي كده ايه عند البوكيه انتهى. ده شكل البوكيه بتاعي لما انتهى.
على سبيل المثال مثلا عندي جزر، ادي الجزرايه اهي ماشي زي ما انت شايفاها كده اهو ماشي. هجيب الجزرايه ايه اعمل لها قاعده الاول هنا، واخد ايه امشي على التربيعه بتاعتها زي ما انت شايفه كده وبالسكينه وافرغ من جوه. هي العمليه سهله جدا بس عمليه ايه تفريغ كل ورقه يعني تعمل كل ورقه صف ورق وصف تفريغ صف ورق وصف تفريغ بحيث ايه تطلع في النهايه. لا بس انت كده ايديك مش باينه، انا عايزه الكاميرا تجيب ايدك مظبوط اهو ماشي كده اهو كده. ثبت ايديك بس شويه اهو، وتاخد بقى عكس واخد بقى ايه ابدا الف بالورق بتاعي تاني عشان اطلع شكل الفلاور او شكل الورده جميل عندي. زي ما انتم شايفين كده ماشي، والف تاني لفه ماشي يا فندم زي ما انتم شايفين ايه كده. حاجات جميله ومش شرط مثلا انك عملتها في البيت لا ده انا مش هينفع ده بتاع ده مش ماشيه معايا، لا اعملي مره واثنين وثلاثه وهتطلع معاك ممتازه. جربي طبعا. وحاجات جميله واطفالك يحبوها وكلي وكلي حاجات جميله جدا ماشي. ادي شكل ورده الجزر، دي شكل ورده الجزر معايا ايه في النهايه اهي. طب عايزه بس ورده الخيار عشان ورده الخيار اهي، ادي الخيار عندي اهو بتاع ده رهيب ماشي. الخيار اهو بص يا فندم زي ما انت شايفاها كده اهو، ممكن تعمليها بكذا طريقه تانية يعني انا عملتها مثلا بس انت بدي. كنت فاتحها شويه ايه اعملها بطريقه تانية اهي طريقه سبعه كده مثلا اهي تبقى غويطه ماشي اهي هتطلع معايا كده. اول ما تحط في المايه لمده نص ساعه تفتح تفتح معايا تبقى زي الايه الفلاور. احطها في مايه كده. طيب انا عايزاك تقول لي تاني معلش الشوربه انا قسمت لك البيض اعمل ايه؟ البيض هي شويه مفرومين اصفر وشويه ابيض حوالين البوله من فوق كده ماشي ماشي. اخد عندي الفجل كذلك زي الورده اللي هي ايه عملناها دلوقتي اهو، ادي الايه الفجل ماشي يا مدام رانيا اهو تفريغ برضه تفريغ اهو ماشي اهو افرغ كده ايه من جوه. عملتي مثلا مره وهي مش نافعه معاكي لا انا ده وحشه ده بتاع كذا مره مفيش حاجه هتيجي من اول مره كلنا بنتعلم طبعا اه. الحاجات دي تعجب اولادك وتعجب جوزك، عندك حد عزماه بتاع الكلام ده كله تنبهر بيه ينبهر بيه اللي انت عاملاه ويقول اه ده انا شفت كذا ده بتاع اهو، وتقولي لهم اتعلمتيها في نص مشكل اه شيف عبد الفتاح نص مشكل هنا مدام رانيا يعني حاجه بتجيب ناس زي الفل. ادي الله يخليك ادي اخر الوردايه اهو شكل الوردايه معايا شايفينه ده شكل ايه وردايه الفجل معايا دي النهايه بتاعتها ماشي. تبقى زي الفلاور كده ورقيقه، كل ما نوع الخضار يبقى كبير عندك يبقى اميز وجميل ماشي. طيب نفس الوضع وردايه البنجر، نعمل وردايه البنجر. طيب احنا دي هنا دي هتبقى اخر ورده عندنا النهارده للحلقه بتاعتنا ماشي، ويا رب تكون اتبسطت معانا في نص مشكل يا شيف عبد الفتاح. يا رب تكون اتبسطت وانا سعيد جدا بيكي، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده والمقادير الوصفات بتاعتنا عجبتكم. ودي اخر حاجه هعملها، ودي طبق البيض اهو طبق الشوربه سوري حطينا فيه حته البيض ده جاهز، وده السلامي اللحمه المفرومه بال الله ينور عليك جميل التقطيع جميل جميل اللحمه المفرومه بالفواكه المجففه، وده الرول السلامي بتاعنا معلش ما فيش مشكله زي الفل اهو جاهز برضو، وده بيبقى شكله في النهايه تحفه زي المروحه كده. وادي وردات البنجر وبعد ما انت تعملي كده تديها الميه بتاعتك، وادي بوكيه الخضار بتاعنا كمان النهارده. والسوفليه بتاعنا والشوربه. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم، ميرسي جدا 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 على الحلقه سعيد. يعني الدسمه دي وشرفت نص مشكل واشوفكم على خير. باي باي.